توقع تقرير حديث نمو حجم الثروة لدى الأفراد ذوي الثروات العالية ومكاتب الشركات العائلية في الإمارات بمعدل سنوي مركب نسبته 6.7% إلى تريليون دولار بحلول 2026. وأسهم نمو أعداد مكاتب الشركات العائلية الجديدة في الإمارات في ترسيخ الدولة مركزا جاذبا للعائلات الثرية حول العالم لتأسيس مقر مكاتبها، وذلك بفضل المقومات المتوفرة أبرزها المزايا الضريبية والموقع الاستراتيجي، فضلا عن المرافق عالية الجودة التي تعزز أنماط الحياة.